الفهم عن الله الجزء الثاني هنعيش لمدة 30 يوم مع الشباب الرائع اللي موجود معايا. إزاي نوصل للإحسان؟ إزاي نعيش ونطلع أحسن حاجة جوانا؟ أن تعبد الله كأنك تراه. هنعيش إزاي نوصل لسبع منازل رائعة تخلي حياتنا أهدأ وأجمل. التقوى، اليقين، التوكل، التسليم، الرضا، العبودية، محبة الله عز وجل، توليفة وتجميعة، من سبع منازل للوصول للإحسان مع وجود الذكر. منهج تعبنا عليه ودراسة تعبنا عليها سنين، لكن عشنا رحلة رائعة أنا والشباب. نفسنا تعيشوا معانا الرحلة دي من خلال الجزء الثاني من برنامج الفهم عن الله. 30 قاعدة هتفرق جدا في حياتكم وتنقلكم نقلة كبيرة.